رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويعني أولى الفقرات الحوارية. ومن وقت ما بدأنا برنامجنا وإحنا ملف رياضات ذوي الهمم حاضر معانا بصفة دايمة، خاصة رياضات قصار القامة. صدفنا كتير جدا طبعا من يعني الشخصيات والقامات اللي اتكلموا وكانوا موجودين معانا، واتكلمنا معاهم عن الملف رياضات قصار القامة والتحديات والإنجازات اللي بيحققوها. اخيرا بقى ليهم اتحاد رياضي هنتكلم عنه وعن خطتهم الفتره اللي جايه مع ضيفنا وكابتننا اللي مشرفنا النهارده كابتن علي شعبان رئيس الاتحاد المصري لرياضات قصار القامه. كابتن علي مشرفنا ومنورنا في 10 الصبح في الاهلي، ومشرفنا ونهوانا النهارده. صباح الهنا كابتن علي. كابتن علي خليني اروح مع حضرتك بدايه انا وفاروق ونتكلم عن تاسيس الاتحاد وازاي الاتحاد ده ممكن يخدم يعني ابطالنا دول، لان زي ما بنتكلم هم ابطال من نوع خاص وبيواجهوا تحديات مختلفه، ولكن رغم كل ده بيجيبوا لنا ميداليات ويشرفونا بجد في محافل دوليه كتيره جدا. اولا صباح السعاده، انا طبعا سعيد بوجودي معاكم استاذ نهاوند واستاذ فاروق. طبعا هي الفكره مش اتحاد مؤخرا، هو كان حلم اتولد من 2017، اشتغلنا عليه، امنا بحلمنا الحمد لله. على مدار الخمس سنوات الماضيه الحلم بقى حقيقه، بقى واقع اولا بفضل الله عز وجل، ثم مجهود شغل بقى كتير وناس كتيره كانت داعمه ودوله ووزاره الشباب والرياضه ولجنه برلمانيه. هي الحلم بدا، هي مبادره اسكندراني في الاول بحكم ان انا من اسكندريه، ويمكن اغلبيه قصار القامه في اسكندريه، بس ان في جمعيه هناك وانا رئيس احدى مؤسسات المجتمع المدني. فجالي الكابتن احمد عبد الرازق وكابتن ميزو، هم كابتن منتخب دلوقتي، وقال لي احنا عايزين نعمل حاجه، احنا عايزين نبقى موجودين على الارض، بس عايزين نعمل حاجه مختلفه. احنا موجودين ولينا دور، وزي ما احنا لينا واجبات زي ما لينا وعلينا واجبات. كان وقتها بقى العصر الذهبي او السنه الذهبيه زي ما بيقولوا 2018، يعني بدانا في اخر 2017، لكن بدانا حلمنا الفعلي عندما ادرك فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بكن له كل التقدير والاحترام لرعايه قانون 10/2018 لذوي الهمم او ذوي الاعاقه، يعني خلينا نتكلم بقى مصطلحات علميه، كاشخاص ذوي اعاقه، وتم ادراج الاقزام ضمن قانون 10/2018 كاعاقه حركيه. ده كان الدافع لينا وكان الطاقه الايجابيه والباور ان احنا نبدا نقول ان احنا موجودين وان احنا هنشارك. فكرنا في فكره جديده ان احنا نشتغل بره الصندوق. قلت لهم طب تعالوا، احنا قعدنا معانا خمسه فهتعمل ايه بيهم يعني؟ قلت لهم طب تعالوا الاول نجمع اخواتنا من قصار القامه على مستوى الجمهوريه ونشوف حلمهم ايه، ورزق ورزقكم على الله. ودي كانت البدايه. الحمد لله ربنا اكرمنا. طبعا بدات ان انا على صفحات التواصل الاجتماعي اي حد من خلال الاول اقزام، احنا اللي غيرنا الكلمه مع معالي وزير الشباب والرياضه ومع اللجنه البرلمانيه كمصطلح دارج، لكن قانونا هم دوارف، يعني ده القانون بيقول كده، سواء صحه عالميه، سبورت، لجنه برلمانيه دوليه، اتحاد ارجنتيني، اتحاد انجليزي، هي دوارف. فبدا الحلم الحمد لله. بدانا باول مهرجان عالمي لتنشيط السياحه كان في شرم الشيخ برعايه وزير الشباب والرياضه معالي وزير الانسان الدكتور اشرف صبحي والاب الروحي معالي اللواء خالد فوده، وده كان اول مهرجان لينا ان احنا نتواجد بشكل سياحي رياضي في مدينه شرم الشيخ. الحمد لله طبعا بفضل الله المهرجان لقى قبول عظيم، وان كان اول فئه تخش شرم الشيخ وتشتغل سياحه وتشتغل رياضه ونسيب خمسه يشتغلوا واحنا راجعين. فدي كانت الميزه ان معالي اللواء خالد فوده فنادق شرم الشيخ كانت مبهوره بالحدث، قال لك لا احنا عايزين مجموعه منهم يبقوا شرف لينا لما موجود معانا في فنادقنا. والحمد لله دي كانت ميزه ان انت النهارده ربنا جعلك سبب ان انت فتحت باب عمل لشريحه ما كانتش موجوده. بدانا نشتغل على نفسينا، التواصل زاد، الحمد لله توالت المهرجانات على مدار 4 سنوات 2019 20 22. الحمد لله تواصلت مع الدول العربيه، قلت لهم اي حد عنده قصار قامه في اي دوله عربيه احنا بنمد ايدينا. الحمد لله ربنا اكرمني، شاركت في تاسيس منتخب الاردن ومنتخب العراق، منتخب سوريا، منتخب لبنان، منتخب فلسطين، وان شاء الله بنجهز دلوقتي منتخب الجزائر الى ان جاءت 2022. يعني دي قلنا بدايه ميلاد جديد رياضيا.
تم عقد لقاء مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. يعني مهما اتكلمت عن الراجل دوت يعني مش هفي حقه عشان ما اقولش ان احنا بننافق وان لا، هو الراجل ده تبنى فكره او تبنى حلم المجموعه مع محافظ جنوب سيناء، ان احنا النهارده تعالوا انتم ولادنا انتم تستاهلوا. وانا كنت عامل له ملف محترم ان احنا هنعمل اول بطوله كاس عرب في مصر في شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ ده هيكون السعاده لينا. يعني بتلاقي كل الدعم، بتلاقي المحافظه كلها مسخره ليك. طبعا بعت لفخامه الرئيس ان انا اخد رعايه من المهرجان الثاني، والحمد لله على مدار 3 سنوات خدنا رعايه فخامه الرئيس للمهرجان. جبنا 8 منتخبات بما فيهم منتخب اسبانيا كمنتخب الضيف، ودي كانت اقوى بطوله اتعملت في الوطن العربي بفضل الله. طبعا جه الدكتور اشرف قال لي انتوا شغالين دولي مش شغالين محلي، ولازم يبقى لكم كيان. فتم التواصل مباشره مع اللجنه البرلمانيه المصريه اللي انا بكن لها كل الشكر طبعا، اللي هي اصبحت الان هي بيت قصار القمه في مصر او بيت الاقزام. اتواصل مع الدكتور حسام، مع الكابتن عماد، ومع موسى امل، مع مجلس الاداره كلهم عشان ما انساش حد. فطبعا هم رحبوا جدا وقالوا دول ولادنا، واحنا اصلا بيت البارالمبيين في مصر. اللجنه البارالمبيه ده شغلهم. قالوا احنا عندنا قصار قمه في العاب مختلفه، لكن احنا هنتبنى كره القدم. بفضل الله تم تاسيس لجنه داخل اللجنه البارالمبيه، وكان لي الشرف ان انا اكون رئيس لهذه اللجنه ومعايا 5 من الشباب. والحمد لله بدانا ان احنا نعمل استراتيجيه مع اللجنه البارالمبيه. لقيتهم هم طموحهم اعلى مني. يعني انت فاهم لما انا جاي لك عشان اقول لك ده حلمي تقولي لا ده حلمك عندي انا هنجحك. فده كان فضل ربنا عز وجل. التواصل اللي تم بين وزاره الشباب والرياضه وبين اللجنه البرلمانيه وان هم يحيطوا باولادهم بعيد عن علي شعبان، بقى علي شعبان خلاص كان مرحله، وقال لك لا احنا الاستراتيجيه عندنا. قلت لهم وانا كي جي بارالمبي، يعني انا شغال بقى لي 5 سنين لوحدي، بس انا اعتبروني سنه اولى. بدأوا يحطوا لي الضوابط والاستراتيجيه ازاي. الحمد لله بدأنا ستارت اول دوري مصري عربي ويمكن في العالم. الحمد لله ربنا اكرمني، تواصلت مع الانديه، جبنا 8 انديه وجبنا مركزين شباب، وكان 2023 بدايه اول دوري مصري. والحمد لله كان بتشريف معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف، دكتور حسام رئيس اللجنه البارالمبيه ومجلس ادارتها بالكامل. مش عايز اقول لك بقى يعني كميه السعاده اللي بره مصر لمصر، لأن دايما مصر هي الريادة زي ما حضرتك عارفة. ويعني الريادة لقصار القامة عشان بس ما نتغرش، لا بفضل لمصر. مهما كان في فريق مغربي حقاقا للحق شارك في بطولات دولية بره، بس احنا كان تأسيسنا الأول. لكن حاليا الريادة البارالمبية لقصار القامة احنا أول فريق أو أول منتخب بارالمبي في العالم. أول منتخب بارالمبي وأول كيان بارالمبي لقصار القامة بيمارس كرة القدم إحنا. وإحنا دلوقتي الحمد لله إن إحنا بنصدر التجربة للأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وبنقول لهم اشتغلوا زي ما مصر اشتغلت. إحنا طبعا كابتن علي من البداية الملف كان يعني متبنيينه هنا سواء دي حقيقة. أستاذ مهندس كريم أنا بقدم له التحية، أنا آسف إن هو في غيابه. كان معاكم وليد والحضري. كان أستاذ كريم طبعا أنت بنتمنى له نضيف النهاردة. لا ما نضيف زيك كريم محترم إن شاء الله يرجع بألف سلامة. لكن من خلال البرنامج دايما كان التوجه وال يعني النداءات من نهواند من كريم للاهتمام بقصار القامة. هم خدوا الملف احنا بالظبط. فاحنا يعني برضو احنا متابعين الاخبار ان الاسبوع اللي فات كان عندكم اجتماع اول الاتحاد. عايز تكلمني الاتحاد بيضم كام لعبة؟ عندنا كام لاعب في تصنيف قصار القامة؟ هو في حته بس نسيتها، ان الفكره ما كانتش في الاول كره قدم. زي ما قلت لحضرتك ان لما بدانا وجه فخامه الرئيس اطلق قانون 10/2018 بعد ما كان حبيس ادراج 30 سنه. طب انا هبدا كره قدم ما عنديش لعيب، فبدات باول فريق غطس في العالم الاقزام السبعه تحت الميه، وكانوا دول اول فريق يتم تدريبهم نظري وعملي في حمامات سباحه. خدنا اماكن عملنا فيها كورسات، والنهارده كان معاهم ريم اشرف اللي هي بطله موسوعه جينيس وقتها، ريم من شرم الشيخ. ونزلنا تحت الميه ببانر لرد جميل او شكرا فخامه الرئيس ان انت النهارده رديت الجميل لاولادك كذوي اعاقه، وخصوصا
قصار القامه كعاقه حركيه. النهارده الحمد لله بعد اللجنه وبعد الدوري كانت اللجنه البارالمبيه ليها استراتيجيه مع كل الالعاب، ان هم بيقول لك ان من يقود الرياضه البارالمبيه واحق بيها هم اصحابها. فكان 12/8 في دي جمعيات تاسيسيه لست اتحادات، كراسي متحركه على صم، على رفع اثقال، سباحه. واحنا يعني كنت انا بحضر الملف ان انا عايز اطلع، خليني على جنب بلاش انا في السته دول، خليني ايه في الاخر يعني، انا خليني الكرزال على التورتايه. والحمد لله الدكتور حسام ومجلس اداره اللجنه حددوا لنا ميعاد 23/9. دي كانت الجمعيه التاسيسيه لاول اتحاد مصري رياضي لرياضات قصار القامه. شارك 20 نادي على اخر اليوم، طبعا عشان اليوم كان طويل، كان في 13 نادي هم اللي شاركوا بالفعل في الجمعيه التاسيسيه. والحمد لله كانت قائمه صناع السعاده اللي هي بتضم علي شعبان، استاذ نهال عنبر، طبعا اللي انا بقدم لهم كلهم كمجلس اداره. كنت معانا على التليفون لما استعرضنا القائمه. دي حقيقه. وسالتك حتى ليه الفنانه نهال عنبر تحديدا، يعني ليه جمعتوا ما بين الفن والمعنيين؟ هو انا عملت ميكس، يعني احنا زي ما قلنا احنا بدانا منتخب الاول وبعدين بقينا فرق، فالمنتخب بيضم 18 محافظه، فانا قلت انا لازم اعمل اتحاد ميكس من كل المحافظات. وكنت اتمنى، ويمكن انا قلت لحضرتك، ان اللي يبقى على راس المنظومه منهم زي ما حضرتك قلتي، احنا بنعتذر ان محدش جه النهارده، بس هم عشان هم بيحضروا الحاجه وسابقه هقوله لك دلوقتي ان شاء الله. فخدنا من اسكندريه، خدنا من القاهره، يعني استاذه نهال عنبر طبعا شخصيه بعيدا عن الفن هي انسانه. ويمكن الاجتماع اللي حصل بعد كده تاني يوم في بعد ما اتكلمت في حياتك في اللجنه، والصور موجوده، خير دليل ان هو ربنا اللي جمعنا. طبعا علاء ده شاب من شباب قصار القامه من المنيا، ولد بسم الله ما شاء الله رياده اعمال واخصائي بصيرات، فكر تاني خالص. احنا معانا صور يا جماعه، يعني في صور، ما فيش صور جاهزه؟ في طبعا عبد الرحمن بركات البنك الاهلي، في دكتور عبير نصار شخصيه محترمه جدا في رياده الاعمال. يعني كلهم التدريب. قامت ما شاء الله منوع ما بين كابتن او عندنا الكابتن ابو طالب استاد القاهره، وكابتن صفاء لاعبه العاب قوه. فالحمد لله النهارده الكيان عايز يعمل حاجه. ويمكن لما استاذ نهار عملنا الاجتماع في اللجنه البارالمبيه مع كابتن عماد وكابتن ايهاب حسنين، مسكت الولاد على جنب قالت لهم خلي بالكم انا ما بحبش اخش في كيان وما اكسبش، انا عايز افوز على طول. أيوة. فكانت روح طبعا واعطت لهم طاقه ايجابيه، وهي بحكم شغلها في النقابه وماسكه الملف الصحي وشغاله مجتمع مدني كويس جدا، فهي قلت لها مهما هكلمك انت مش هتحسي لما تشوفي. بعد اللقاء قالت لي انت يعني عملت فيا جميله، في طاقه ايجابيه جوايا، انا يعني انا متغيره. فالحمد لله ده فضل ربنا علينا ان احنا اخترنا قائمه صناع السعاده. الصوره دي حلوه قوي، معلش يا طمال هتهلنا هنا بعد اذنك في الشاشه الكبيره صوره الوزير وهو بيلعب، مش ده كان سياده الوزير؟ دكتور اشرف العالمين. عجباني الصوره دي، حلوه جدا. لا احكي لنا اليوم ده ايه بقى؟ ده هنا كان مهرجان العالمين السنه اللي فاتت، كان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكان محافظ مطروح، كان فيه اربع وزراء، ودول ولادنا منتخب مصر. وهتقولي الوزير كسب؟ لا ايوه. مش عايز اقول لك ان مهدي رقم 22 يمكن دكتور اشرف هيسمعنا ماسكه كده قال له انت ارهق انت تعبتني، حتى امبارح لما كنا معاه قال لي فين مارادونا، قلت له تحت ايدك واقف. فالدكتور اشرف طبعا يمكن هو قال كلمه، احنا كنا في مؤتمر تدشين مبادره تعزيزات الانتخابات ذوي الاعاقه بتاعه مع مجلس قومي، هو اول ما دخل وشافهم قال كلمه للدكتور ايمن كريم قال لهم دول ولادي. هنا ده افتتاح الدوري طبعا، واحنا واخدين التيشيرت بتاعنا هو علم مصر عشان الانتماء، وطبعا ما فيش اجمل من كده ان اولادنا طبعا بالحضاره الفرعونيه طبعا اعتقد بيبقى هنا كان دعم في الدوري. ده كابتن عماد رمضان ودكتور حسام، والميزه ان هنا ان اللجنه البارالمبيه جابت كل اخواتنا من الاعاقات التانيه ان هم يدعمونا. هنا ده كان عيد ميلاد ده مروان، دول منتخب مصر الكابتن بيضا، والكابتن حضري كان ضيف معاكم، دول منتخب مصر كانوا بيجهزوا البطوله دوليه. الحمد لله. هنا ده فريق الغطس بقى اللي تأسس 2018، ريم وجيداء ومحمد وميزو. عشان تلاقي الكوادر دي اكيد تعبتوا برضو يعني. طبعا. لا وخدوا تدريب، يعني مش عايز اقول لك ان الشباب دول خدوا تدريب اكتر من 6 شهور، لان هم ما مسكوش ميه ولا واحد فيهم غير ريم اشرف. وانا يعني اهو هنا ده الكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه. هنا كنا بنشارك الساق الواحده الدوري بتاعهم، وده الدمج، مش الدمج، الاتاحه. هنا دي كنت في العراق، كنت عاملين مؤتمر ما بين العراق والاردن وفلسطين ومصر، وطبعا هنا بفضل الله الرياضه لمصر
وكنت انا رئيس المؤتمر الحمد لله. هنا ده في ختام الدوري، الاعلامي طارق علام داعم زيكم وحابب الموضوع ده. ختام الدوري كان في شهر 8. لا وجودنا لو عايزينه اي وقت في الفعاليات دي ده هنا ده أكيد. منتخب مصر في المغرب. الاعمار ايه يا استاذ؟ بصي احمد يعني اللي في النص ده كابتن احمد عبد الرازق، ده عميد لاعبي العالم وهو كابتن المنتخب، واللي انا كنت عايز اخطفه النهارده كان هيناقشك شويه اللي في النص ده هو كابتن اللي جنبه مهدي. مهدي اداب 20 سنه مارو، يوسف الراوي شغال في امازون، محمد يحيى جون كبر اللي وراه، عبد الرحمن عضو مجلس الاداره. يعني ما شاء الله كل واحد فيهم بطل وفي نفس الوقت عندهم اشغالهم وناجحين في مستوى العمل. وليد ماجيكو، وده بقى التحكيم بتاعنا، وطبعا العنصر النسائي الكابتن ايه. هم طبعا هم على فكره دول شغالين معانا متطوعين، كابتن عطيه وكابتن كولا وكابتن هيثم وكابتن ايه. ده وليد ده هقول لك رونالدو على ميسي كوكتيل كده كان معاكي. لا وليد بس من فتره طويله. وليد الماجيكو. وليد ده ساحر بكل ما تحمل الكلمه. ممدوح وعمر ورمضان، ده فريق اسوان، وده فريق الاهلي بالملاحه اللي خد الدوري. كل واحد مبسوط بجد. ده ختام الدوري الدكتور حسام الدين مصطفى، كابتن عماد، استاذ محمد يحيى، كابتن ايهاب حسنين، دول مجلس اداره اللجنه البرلمانيه. يعني فريق الاهلي هو اللي خد الدوري. الاهلي طبعا مع الشعار. ما احنا مخلصين في كل حاجه والله. ايوه ما احنا قلنا اهلي ملاحه اهلي القاهره. لا والتيشيرت كمان واللوجو. فاهتمام اللجنه ان هم يبقوا موجودين وحريصين، ده الدكتور حسام رئيس اللجنه، كابتن عماد رمضان، استاذ محمد يحيى، الناس دي سبورتد قوي. مش هم شايفين عمل كويس فقال لك احنا ليه العمل ده ان احنا ما نتوجوش معاه وفي ظهر. النهارده احنا بنطلع من كره القدم، احنا يمكن كان في اول بطوله سباحه المياه المفتوحه في اسكندريه اول امبارح، لا بارالمبي، يعني اول بطوله جمهوريه اللجنة البرلمانية تنظمها في نادي اليخت في اسكندرية. وكان معانا لاعب منتخب أسوان اللي هو شيكا محمود شفيق اللي اتنقل للبنك الأهلي دلوقتي، هو الوحيد اللي بيلعب. مش عايز أقول لك إن كان الدعم كل زمايله وزميلاته جم من القاهرة ومحافظات إن هم يدعموه في اسكندرية، والحمد لله النهارده خد مركز رابع. وده هو الإنجاز إن حضرتك النهارده مش لعبه واحده، لا احنا حضرتك بتسالي على الاتحاد. الاتحاد الانجليزي هو في الاتحاد الدولي لرياضات الاقزام، مقره انجلترا، وفي عضويه باسم اللجنه البرلمانيه في الاتحاد. وان شاء الله في اجتماع الدكتور حسام بلغني بيه امبارح يوم 18 ان احنا ندرج. هم في 14 لعبه هنا في اتحادات موجوده، سباحه ورفع اثقال، فيها واحد في كل مثلا اتحاد، فاحنا هنتعاون معاهم لغايه ربنا ما كرمنا والاتحاد يتشهر. احنا لسه في مرحله تحت التاسيس. يعني تقريبا امتى؟ قدامه مده قد ايه؟ والله هما بيتكلموا من 3 شهور لست شهور، بس انت عارفه طبعا حياتك عارفه الاستحقاق الانتخابي، فاحنا الدنيا كلها النهارده مهتميه بما هو اهم. اوكي. يعني فان شاء الله. هو دكتور اشرف اول امبارح يعني بيتكلم دول ولادي انتوا على المنظومه، واللجنه البرلمانيه قالت الملف بتاعنا لكل الاتحادات، يعني مش احنا بس، لان في النهارده 7 اتحادات، فالناس كلها النهارده مركزه ان احنا نعدي بسفينه الوطن وبعد كده احنا بنبني البيت من جديد. مش مشكله يعني احنا بنبني متاخر شويه بس احسن من لما نبنيهوش خالص. احنا ما كناش موجودين. خلينا صراحه. بس حضرتك بتقولي يعني حضرتك من القلائل، الاستاذ فاروق قال الناس القليلين قوي اللي بيعمل اسبوت، هو يجي يعمل اسبوت عليا في حدث، لكن حياتك معلش حياتك كنت مدخل الاسبوع اللي فات، ومن فتره كنت جايبه الاولاد، واستاذ كريم كان بيقابلهم بره بيصور معاهم سيلفي. حضرتك حتى انا كان نفسي اجيب لك بنوته. ليه؟ لان هتشوفي بطلات. شوف اقول لك على حاجه استاذ علي، انا اوعدك اهو الاعداد سامعني، هنيجي نعمل تقرير وانا حاجه اصوره كمان بنفسي مع الكاميرا ونعرضه في 10 الصبح. انا بحب على فكره التصوير الخارجي جدا يعني، فده هيبقى من التقارير ان شاء الله اللي هنعملها باذن الله. انا كمان عايزه اروح قبل ما نختم عشان الوقت بيجري لنقطه مهمه نطمن، يعني طبعا الرياضيين بتوعنا وابطالنا اكيد بيبقوا محتاجين، هيكون شق مادي مهم اللي هو بيصرف على الاستعدادات وغيره والتجهيزات والحاجات اللي زي كده، هل هي كافيه ام لسه بنتكلم ان في دلوقتي دعم معنوي من الوزاره ولكن بيبقى الشق المادي لسه ليس الافضل؟ عشان بس نوصل بس الفكره. من 2018 حتى الان حتى 2022 وزاره الشباب والرياضه كانت متكفله بكل حاجه. اللجنه البارالمبيه
من 2023 حتى هذه اللحظه خلاص بقى بيتنا ماليا وفنيا واداريا. اللجنه يعني السبق لو لحضرتك قبل ما نختم ان احنا عندنا ان شاء الله ب 25/10 تم اصرار اللجنه البرلمبيه ان هي اللي ترعى هذا اليوم كمهرجان عالمي لقصار القامه. وامبارح كابتن عماد حجز استاد القاهره وان شاء الله الاتحاد بالكامل هيبقى موجود ونهال هتبقى موجوده وقالت لي انا موجوده وهاجي بالتريننج. فاحنا النهارده دعوه لسه كنت هقول لك لا احنا عايزينك بالتريننج بقى وتنزلي مع الاولاد فده هيبقى شرف لينا والله. بعد الحلقه نتفق ان شاء الله هيبقى 25 هتكون موجوده باذن الله من الساعه 3 لغايه الساعه 7 وجودك مع الاولاد. احنا ما بنقولش دمج احنا بنقول اتاحه. الاولاد لما هيشوفوا قيمه اعلاميه زي حضرتك او استاذ فاروق او الاستاذ كريم او نهال بيدي له طاقه ايجابيه. انا كنت بعيد عن الناس دي انا متشاف صح طبعا. فدي رسالتي ان انا عايز الناس تغير الثقافه. الحمد لله احنا الثقافه اتغيرت. النهارده بيتقال علينا ابطال بعد ما كانوا بيتنمروا علينا بيطلعونا كلاون. لا خلاص القصه دي قفلت. الكلام ده مش مقبول تماما. اعلام محترم زي النادي الاهلي الكيان المحترم اللي احنا بنشيد بيه. واتمنى لكل انديه مصر بما فيهم النادي الاهلي والزمالك والمقاولين وزد احنا عندنا اولاد وعندنا لعيبه. حضرتك لما هتعمل شعبه قصار قامه مش هيزود اعباء عليك بالعكس ده هيلمعك اكتر لان الولاد دول ابطال. فدي رسالتي لحضرتك طبعا. ويعني اتمنى ان الاعلام كل يوم يزيد زي ما حضرتك شرف فينا والبرنامج داعمنا وفي اعلاميين محترمين كتير داعميننا. انا عايز اعلام اكتر ان شاء الله ده هيحصل. صحيح لسه كنت اقول لحضرتك تستحق ذلك يعني. فباذن الله ده هيحصل جدا واحنا هنبقى حريصين كمان على ان ده. واحنا عندنا بطوله دوليه بقى فعايزين وشك حلو بقى يعني كده والله لو وشك حلو والله العظيم والله بجد. واحنا وشنا حلو خلي بالك ان شاء الله عندنا بطوله دوليه في شهر واحد باذن الله و10 دول بردك كاس العرب 2 يعني هنقول ايه ان يبقى انتمائنا اعلاميا عشان ايه ما النادي الاهلي بقى هو هيتبنانا شويه في اعلاميه حضرتك استاذ فاروق استاذ كريم والقناه. وشرف ليا طبعا ان انا موجود وباسم نجوم مصر احنا بنقدم لكم التحيه وبنقدم للنادي الاهلي. وانت بتقوم بدور كبير استاذ علي والله مش بجاملك يعني ده دور محترم بصراحه في المجتمع جدا. فكل التوفيق لحضرتك ولكل المجلس حقيقي يعني. ميرسي لذوقك وشرف لينا ان حضرتك هتبقوا معانا. وتحياتي لكريم ابن اسكندريه انا كان نفسي اشوفه. ربنا يشفيه ابن بقى ابن بلدك بقى بلدي بقى اسكندراني زي ربنا يشفيه يعني. كريم هو تعبان بس شويه مشاكل برد ان شاء الله يقوم بقى سوا. دور برد منتشر معرفش ده ايه بصراحه. انا سعيد بوجودي قدام جميل الجماليات في النادي الاهلي واستاذ فاروق. شكرا يا فندم. نورتنا كابتن علي. ودي كانت فقرتنا الاولى الحواريه مع الكابتن علي شعبان رئيس اتحاد رياضات قصار القامه. هنطلع لفاصل وبعده نرجع مره ثانيه للفقره الثانيه الحواريه مع الكابتن ياسر مصطفى الحديث بقى عن الامور الخاصه بالنادي الاهلي والمنتخب المصري باذن الله.